يبدو أن أعمال ميغان ميركل الإنسانية ستحدث فرقاً كبيراً في دورها كواحدة من أفراد الأسرة الملكية في بريطانيا. وفي لفتة إنسانية حرصت ميغان على تقديم الدعم لمجموعة من النساء اعتزلن العمل كبائعات هواء وأقلعن عن إدمان المخدرات، فكتبت لهم رسائل حب على حبات الموز. كان هذا أثناء زيارة غير معلنة قامت بها مع زوجها ولي عهد بريطانيا الأمير هاري. هذه الزيارة كانت لإحدى الجمعيات الخيرية. وتنوعت رسائل ميغان لهؤلاء النساء على الموز، فكتبت عبارات مثل أنت محبوبة، أنت قوية، وأنت شجاعة. ميغان لم تكتفي بالموز فقط، بل قدمت لهؤلاء النساء طروداً غذائية. لكن ما هي قصة الموز؟ رغم أن ميغان كشفت عن الشخص الذي استوحت منه الفكرة وقالت إنه الشخص الذي أنشأ برنامج الغذاء المدرسي في الولايات المتحدة، إلا أنها لم تفسر لماذا حبات الموز على وجه التحديد وما هي فكرة الكتابة عليها، وقالت مازحة أنا المسؤولة عن رسائل الموز. غالباً الإجابة عند ميغان وحدها. على أي حال، توجهت هذه المؤسسة الخيرية بالشكر لميغان والأمير هاري على زيارتهما عبر موقع تويتر، وقالت لهما لقد وضعتما ابتسامات كبيرة على كل وجوهنا.